ممكن يصيب شغاف القلب يعمل ترفع حراري مزمن، ممكن يصيب المفاصل أو العقد اللمفاوية، وممكن يصيب الأمعاء ويعمل اعتلال أمعاء مضيع للبروتين. إذن أنت متعدد الأجهزة، سوء الامتصاص هو أحد تظاهراته نتيجة إصابة الأمعاء، أيضا يصيب القلب إذن والمفاصل والعقد اللمفاوي والدماغ. بصراحة أنا كطبيب هضمي ممارس من 7 سنوات ما شخصنا ولا حالة داء ويبل على الإطلاق، فهو مرض نادر وبهمنا بس نعرف يعني بعض المعلومات عنه. هاي خزعة للأمعاء الدقيقة، وهون عنا السهم الأبيض يشير إلى بالعات رغوية مصبوغة بصبغة الباس، صبغة بيريوديك أسيد شيف، بالعات جواتها عصيات ويبل، المثلثات الصوت في قاعة الصورة. إذن أنت بكتيريا عفوا إيجابية الجرام اسمها تروفيريميا ويبلي، سوء الامتصاص نتيجة إصابة الأمعاء هون بيكون إسهال أو بنسميه اعتلال أمعاء مضيع للبروتين. بالداء الزلاقي بيكون الإسهال الدهني نتيجة ضياع البروتين، بيصير عند المرضى وذمات انطباعية شديدة. أيضا قد يصيب مختلف الأجهزة، شغاف القلب، الجهاز العصبي، المفاصل، العقد اللمفاوية. والتشخيص نحن ما نأخذ عين من النسيج المصاب ونكشف الجرثومة بالجرم المشهور يعني، فممكن نأخذ خزعة من العفج، نأخذ خزعة عقد لمفاوية، بزل الدماغ الشوكي، زرع دم بالنسبة لالتهاب الشغاف. ما نأخذ عين من السائل أو النسيج المصاب ونعمل عليه اختبار زرع أو اختبار بي سي آر مشان نكشف هالجرثومة. والعلاج يحتاج إلى صادات لمدة سنة، ممكن نعطي سيفترياكسون أول أسبوعين حقن عضري وبعدين باكتريم لمدة سنة. يعني في دراسات أن يعطوا المرضى شهرين صار في نكس سريع. فالتشخيص بزرع الجرثومة من النسيج المصاب والعلاج بصادات حيوية لمدة سنة تؤدي إلى تراجع جميع الأعراض. نتكلم عن مرض آخر اللي هو عدم تحمل سكر الحليب. سكر الحليب اسمه اللاكتوز. الأطفال الصغار اللاكتوز هو عبارة عن سكر ثنائي ويتم هضمه في الأمعاء. هاي التمثيل اللاكتوز عبارة عن سكر ثنائي مكون من الجلوكوز والجلاكتوز. هالشكل في أعلى الصورة عبارة عن سكر ثنائي. ونحن تكلمنا بالمحاضرة الماضية أن السكر لا يمكن أن يمتص إلا إذا تحول إلى شكل سكر أحادي. يتم تفكيك اللاكتوز بواسطة أنزيم اسمه اللاكتيز إلى جلوكوز وجلاكتوز، ويتم امتصاصهم كلهم على حدة عبر جدار الأمعاء. إذا كان عندنا كمية أو فعالية اللاكتيز ضعيفة لا يتخرب اللاكتوز، no breakdown مثل ما محطوط هون، وبالتالي لا يحصل امتصاص لسكر للسكاكر الأحادية. تبقى هذه السكاكر الثنائية في اللمعة، تقوم بكتيريا الأمعاء بتخمير السكاكر الثنائية، وبالتالي بتعمل أعراض النفخة بسبب التخمير، وأيضاً بتعمل إسهال مائي بسبب الثقل الحلولي لسكر اللاكتوز. الأطفال الصغار، بنرجع للصورة القبلة، يعني غذاؤهم الحليب، فرب العالمين عطاهم اللاكتيز بفعالية كبيرة، ومع هيك النفخة ومغص الرضيع شائع لأن سكر الحليب فعلا عسير الهضم. كأشخاص بالغين بتوقع غالبيتنا إذا شربنا كمية كبيرة من الحليب بنحس بأعراض النفخة والإزعاج، فهو تقريبا يعني أشيع أمراض سوء الامتصاص على الإطلاق. مجرد يعني مغص بسيط وممكن إسهال عن شرب الحليب، والحل يكون ببساطة فقط بتجنب الحليب. طبعا عند الأطفال الصغار فعالية اللاكتاز كبيرة، مع تقدم العمر بتقل فعالية اللاكتاز، لذلك هو أشيع عند الكبار. في برا بيحكوا عن دواء، يعني اللاكتاز موجود كمستحضر دوائي عبارة عن حب مضغ، فأني بقى تشرب حليب أو شعرت بالنفخة قرط لك حبة لاكتاز، اسمه التجارة لاكتيد،
وبيحل المشكلة، هذا غير متوفر عنا. إذا عوز اللاكتيز أو عدم تحمل اللاكتوز هو مرض شائع تقريبا عن معظم البالغين، ولكن بدرجات متفاوتة، ولا يسبب سوء تغذية مهم، فقط شوية مغص وإسهال مائي، إسهال حلولي عند التعرض للحليب. كيف ما نعالجه؟ إما ما نتجنب الحليب أو لا عن شرب الحليب، أنا نأخذ حبة اللاكتيز كمستحضر دوائي. بالمختبرات العلمية ممكن يعرضوا المريض للاكتوز ويقيسوا الغازات الناتجة عن التخمر اللاكتوز في هواء الزفير. طبعا اختبار يحتاج إلى تقنية عالية وغالبا ما في داعي له، يعني من الأعراض السريرية التشخيص واضح. طبعا ما بيسبب سوء تغذية مهم، يعني نعوض للمريض كالسيوم نتيجة قلة الوارد من الحليب، صراحة شيء غير وارد، يعني مكتوب في المراجع الكالسيوم موجود بشكل جيد في قشر القمح في الحمضيات، يعني كاسة عصير برتقال أو ليمون فيها 300 ملغ كالسيوم، تماما نفس الكمية الموجودة في الحليب. وكمعلومة على الجانب أن اللبن ما بيعمل النفخة يلي بيعمل الحليب، اللبن أو الجبنة، لأن البكتيريا العصيات اللبنية هي اللي بتفرز اللاكتوز وتساعد على تفرز اللاكتاز وتساعد على هضم سكر الحليب. فالمريض اللي ما بيتحمل حليب، نحن بيجينا كثير أشخاص مثلا عندهم سوء تغذية، عندهم هشاشة عظام، ننصحه بشرب الحليب بيقول بيزعجني، فبقول له خلص اشرب لبن كل جبنة، فالبديل موجود والمرض بسيط. المهم نحن أهم شيء بهالمرض نعرف آلية المغص والإسهال التالية لشرب الحليب. في مرض بيشبهه اسمه عدم تحمل سكر الفواكه، أن المرضى ما عندهم قدرة على امتصاص سكر الفركتوز، فعند اللي بيتناولوا الفواكه خاصة الغنية بالسكر مثل الخوخ مثل التفاح ممكن يشعروا بشوية نفخة، وأيضا الحل بتجنب أو تخفيف من سكر الفواكه. الفقرة الثالثة اللي ما نحكي عنها اليوم متلازمة الأمعاء القصيرة. طبعاً المرض ممكن يكون خطير ومهدد للحياة، لكن كمعلومات نظرية حجمه بالمقرر بضعة أسطر. الأمعاء نحن بنعرف هي الأمعاء الدقيقة، عفج وصائم ولفائفي، وجميع تقريباً أو معظم عمليات الهضم والامتصاص تحصل في الأمعاء الدقيقة. المعدة يعني تقوم بخزن الطعام بطحن الطعام ومزجه مع الحمض، لكن يمكن الاستغناء عن دور المعدة نهائيا في الهضم. الكولون يقوم بإعادة امتصاص الماء والحفاظ على سوائل الجسم، لكن المكان الأساسي للهضم والامتصاص هو بالأمعاء الدقيقة، وتحديدا عندنا منطقتين مهمتين. العفج دوادينوم، يعني أول شبر وآخر شبر بالأمعاء، هني أهم الشيء. بالعفج يعني معظم الإنزيمات الهاضمة تلتقي وتحصل امتصاص معظم المواد الغذائية مثل الحديد، وفي نهاية الدقائق في عنا امتصاص للصفراء وأيضا امتصاص لفيتامين بي 12. أيضا في عنا شايفين بيسار الصورة في نهاية الدقائق عنا الصمام اللفائفي الأعوري، هذا حاجة يعني يسمح بتفريغ عصارة الأمعاء إلى الكولون بشكل تدريجي ومنتظم، فإذا خسرنا الصمام اللفائفي الأعوري يحصل إغراق للكولون بالمفرزات وبصير إسهال نتيجة سرعة حركة الأمعاء. أهم ثلاث مناطق في الأمعاء هي العفج واللفائفي الانتهائي والصمام اللفائفي الأعوري. عند ضياع قسم واسع من الأمعاء بصير سوء تغذية وسوء امتصاص نتيجة ضياع المنطقة التي تقوم بهضم وامتصاص الغذاء، وكل ما كان الضياع أشد كل ما كانت الأعراض أشد. إذن العفج والترمينال إليوم والإليوسيكال فالف هي أهم المناطق في الأمعاء الدقيقة.
إذا كان المريض تعرض لاستئصال قسم من العفج، لنفرض طلق ناري مثلا، فممكن أن الصائم يتكيف، يعني تصير مخاطيته أسمك، تصير الزغابات أكثر تفرعا، ويعني تقريبا بيغطي وظيفة العفج المستأصل. لكن بالنسبة للدقاق، بالنسبة للدقاق إذا خسروا المريض لا يمكن تعويض وظيفة الدقاق. هلأ هاي الفكرة، الاستئصال القصير والاستئصال الواسع كتير بيحبوها بامتحانات البورد الأمريكي، وبترجع تمر معانا بمحاضرة المرارة. في شيء اسمه الدورة المعوية الكبدية للأملاح الصفراوية. الصفراء بنعرف تفرز، يفرز الكبد، وبتنزل عبر القناة الصفراوية إلى الأمعاء الدقيقة، بتساهم بالهضم، تمشي لآخر الأمعاء، ويعاد امتصاص معظم الصفراء إلى عبر الجملة البابية إلى الكبد مرة ثانية. هاي اسمها الدورة المعوية الكبدية. إذا تنزل من الطرق الصفراوية للأمعاء وتعود عبر الجملة البابية إلى الكبد. إذا كان في عنا ضياع في الدقاق، لا يعاد امتصاص الأملاح الصفراوية، وبالتالي تطرح بكميات كبيرة إلى الكولون، تقوم الصفراء بتخريش الكولون، وبالتالي تسبب إسهال مائي إفرازي نتيجة تخريش جدار الكولون. لكن إذا كان الاستئصال واسع في الدقاق، الصفراء بالأول بتضيع إلى الكولون، بتعمل إسهال مائي، بعد فترة يعني ما بيعود الكبد قادر على تعويض الصفراء الضائعة بكميات كبيرة، وبالتالي بيصير إسهال دهني نتيجة سوء أو نتيجة غياب الصفراء الضرورية لهضم الدهون. إذا نحن عنا المسافة الحد بين قصير وواسع هو 1 متر. أقل من 1 متر تضيع الأملاح الصفراء بكميات متوسطة فينا نقول، والكبد بيعوض هالأملاح وبيستمر إطراحها بكميات يعني أعلى من الطبيعي، تخرج مخاطيط الكولون بشكل دائم وبتعمل إسهال مائي. أما إذا كان الضياع كبير أكثر من متر، تضيع الصفراء بكميات كبيرة بحيث تستنزف بالكامل، ولا يعود الكبد قادر على تعويض الأملاح الصفراوية، وبالتالي يحصل سوء هضم الدهون وسوء لامتصاص الدهون. واضحة الفكرة؟ مسموع الصوت يا شباب؟ هي مسموع الصوت. تمام. فالإسهال المائي سببه هو الأملاح الصفراوية، علاجه رابطات الأملاح الصفراوية مثل دواء اسمه كوليسترامين. أما الإسهال الدهني سببه أني ما ضل عنا أملاح صفراوية، فأنا إذا أعطيت رابطات أملاح صفراوية ممكن زيد المشكلة، وبالتالي العلاج هون تحديد الدهون. هاي الفكرة بدها تمر معنا بمحاضرة المرارة إن شاء الله، فكرة مهمة للامتحانات أكثر من الواقع بصراحة. هلأ نتيجة ضياع الدقاق عم تتشكل عنا نوعين من الحصيات، حصيات أوكسالات الكالسيوم في الكلية وحصيات كوليسترولية في المرارة. هون الفكرة فيزيولوجية شوي معقدة. هلأ بالمرارة نحن عنا الصفراء هي سائل يحوي مزيج من الأملاح الصفراوية والكوليسترول والماء ومواد أخرى، فعند اختلال نسب هالمواد ممكن تترسب المواد الزائدة وتشكل لنا حصيات صفراوية. نتيجة ضياع الأملاح الصفراوية بصير عنا زيادة نسبية في الكوليسترول في المرارة، بيترسب الكوليسترول وبشكل حصيات في حصيات صفراوية. والحصيات بقى ناخذ اني غالبا بتتشكل في المراره ثم تنزل الى القناه الصفراويه الجامعه. اذا الحصيات الصفراويه سببها ضياع الاملاح الصفراويه والزياده النسبيه للكوليسترول في
المرارة وترسبه. حصيات الأوكزالات، السبب أن المفروض الأوكزالات ترتبط مع الدهون، ترتبط مع الدهون وتطرح مع البراز. عند اللي بصير عند المريض إسهال دهني تبقى الأوكزالات حرة ويعاد امتصاص الأوكزالات إلى الدم، فترتفع الأوكزالات في الدم وتترسب على شكل حصيات كلسية في المجاري البولية. ما حكينا إيش هي الأمراض يلي ممكن تعمل متلازمة أمعاء قصيرة؟ ممكن مثلا الرضوض، حوادث السير أو الطلق الناري، نضطر نستأصل قسم واسع من الأمعاء الدقيقة. ممكن أمراض الأمعاء الدقيقة مثل داء كرون، ما نأخذه في المحاضرة القادمة، ويعمل تقرحات واسعة. التهاب الأمعاء الإشعاعي، هي نتيجة علاج إشعاعي للبطن. الاحتشاء المساريقي، بيصير خثرة بالشريان المساريقي العلوي، نضطر نستأصل قسم كبير من الأمعاء. إذا ضياع الأمعاء نتيجة إما مرض واسع أو استئصال جراحي واسع لسبب رضي أو مرضي، بيدخل المريض بمتلازمة أمعاء قصيرة، بصير عند المريض إسهالات وسوء تغذية. كيف نحن منا نعالج المريض؟ الحقيقة الخيارات محدودة ونتائجها متواضعة. في الأدوية المضادة للإسهال مثل اللوبيراميد والديفينوكزيلات مع الأتروبين، هاي أدوية تبطئ حركة الأمعاء الدقيقة، وبالتالي عصارة الأمعاء يعني بيزيد الوقت اللازم يعني لامتصاصها في الجزء السليم المتبقي من الأمعاء. طيب البي بي آي الأمبرازول إيش هو دوره؟ الأمبرازول ما له دور في المعدة، ما له دور في الأمعاء عفوا، ولكن نحن عندنا المعدة تقوم بإفراز لتر إلى لترين من السوائل يوميا، وهي السوائل عم بتشكل عبء على الأمعاء. فنحن لما بنعطي أمبرازول عم نجفف شوي مفرزات المعدة ومنخفف الحمل السائل على الأمعاء. الأوكتريوتايد هو مقلد لهرمون السوماتوستاتين. السوماتوستاتين هرمون بيفرز من الغار والأمعاء الدقيقة، يقوم بتثبيط كل إفرازات المعدة والأمعاء. إذا الأوكتريوتايد أيضا يقلل من إفرازات المعدة والأمعاء، فبيخفف من الإسهالات عند المرضى. في بالدول المتقدمة زرع للأمعاء الدقيقة، وزرع الأمعاء من أصعب عمليات الزرع، ومعدل الفشل مرتفع جدا. وفي دواء علاج بيولوجي اسمه تيدو جلوتايد، هذا الدواء عبارة عن جروث فاكتور أو عامل نمو، يحرض على نمو الأمعاء الدقيقة طولا، وعلى أيضا تسمك المخاطية في الأمعاء الدقيقة. هاي حقن التيدو جلوتايد، علاج بيولوجي بينعطى حقنا تحت الجلد. أخيرا ما نحكي على مرض أيضا شائع ويعني بسيط، اللي هو السيبو أو Small Intestinal Bacterial Overgrowth، فرط النمو الجرثومي في الأمعاء الدقيقة. المعدة شديدة الحموضة، فتقريبا ما فيها أي فلورا. الأمعاء الدقيقة فيها فلورا بكميات بسيطة، فلورا يعني بنقصد جراثيم صديقة موجودة بكميات بسيطة بسبب الطبيعة القلوية وبفضل أيضا الحركة النشيطة للأمعاء الدقيقة. إذن الإفرازات القلوية والحركة النشيطة ما بتسمح بنمو بكتيريا بكميات كبيرة بالأمعاء الدقيقة، ولكن فيها بكتيريا. المعدة ما فيها أبدا، الأمعاء الدقيقة فيها قليل، الكولون أو الأمعاء الغليظة فيه بكتيريا بكميات هائلة. يعني معلومة غريبة، عدد الجراثيم في الأمعاء الدقيقة أكثر من عدد خلايا جسمنا،
تساعد على الهضم وأيضا تساعد على تشكيل فيتامين كي وتمنع استيطان الكولون ببكتيريا انتهازية مثل المطفي الصعبي. المقصود بفرط النمو الجرثومي بالأمعاء الدقيقة أن زيادة في عدد الجراثيم الصديقة أعلى من الطبيعي في الأمعاء الدقيقة، وهالزيادة ممكن تعمل أعراض يعني صح ما أنا خطيرة ولكن أعراض مرضية مزعجة. ما هي العوامل المؤهبة لفرط النمو الجرثومي بالأمعاء الدقيقة؟ هذا كان سؤال امتحان. أول أربع خيارات، أول أربع تعدادات بالشاشة أمامكم هي نقص إفراز الحمض من المعدة. الحمض له دور مضاد للبكتيريا، فلما بينقص إفراز الحمض من المعدة الشيء بيأهب لزيادة النمو الجرثومي بالأمعاء. ممكن ينقص إفراز الحمض في المعدة نتيجة استئصال جراحي لجزء واسع من المعدة نتيجة تناول مشتقات الأوميبرازول أو نتيجة العمل الجراحي مكرر مرتين، نتيجة التهاب معدة ضموري. كل هالأسباب بتؤدي إلى نقص إفراز الحمض من المعدة. التعداد الرابع تداخل جراحي على الأمعاء. لما بينعمل جراحة على الأمعاء مثل المفاغرة مثلا، ممكن المفاغرة أو هاي بنسميها العروة العمياء، ممكن تأهب لفرط نمو جرثومي. ممكن في سياق أمراض مثل قصور الدرق، داء باركنسون، الداء السكري، صلابة الجلد، تكون حركة الأمعاء شوي بطيئة. المرضى المسنين، المرضى المقعدين في الفراش، بتكون حركة الأمعاء عندهم بطيئة. وأيضا مع تقدم العمر بشكل طبيعي الأمعاء تفقد مرونتها وبتكون الحركة بطيئة. يعني يقال تقريبا ثلث المسنين فوق سن الستين عندهم سيبو، عندهم فرط نمو جرثومي في الأمعاء الدقيقة. إذا هون عرفنا كيف أو العوامل المؤهبة لفرط النمو الجرثومي. طيب هالبكتيريا مع أن بكتيريا صديقة زادت أعدادها، كيف ممكن تسبب الضرر؟ أول شيء ممكن البكتيريا تؤدي إلى تخريش مباشر، أو ممكن إذا كان عدد البكتيريا كبير بتشكل حاجز ميكانيكي بين ظهارة الأمعاء وبين اللمعة حيث توجد المواد الطعامية، فبتعيق امتصاص المواد الطعامية من اللمعة إلى الجدار لأنها بتشكل ببساطة حاجز ميكانيكي. ممكن تفكك القطيرات، نحن قلنا الصفراء تقوم بتفكيك الدسم إلى قطيرات أو ميسلز يعمل عليها إنزيم الليباز، فممكن هالبكتيريا تفكك الميسلز وتعيق هضم الدسم. أيضا بتأثر على هضم السكر، تقوم بتخمير السكر وتحويله إلى غاز الفحم ويشكو المرضى من النفخة. المواد الطعامية غير المهضومة إلى ثقل حلولي في لمعة الأمعاء تسحب السوائل، وبالتالي يحصل عند المريض إسهال مائي حلولي. إذن هاي شكل تمثيلي للأعراض: غثيان، ألم بطني ماغص، قرقرة ونفخة وتطب البطن. في خبراء التغذية ممكن يلتقى على النت على اليوتيوب كتير خطط أنظمة غذائية للأطعمة اللي يعني محتواها من الكربون قليل وبالتالي تحوله إلى غاز الـ CO2 قليل. التشخيص غالبا يكون يعني بوجود عامل مؤهب مع أعراض النفخة، مثلا مريض مسن عنده داء سكر وعم يشكو من النفخة، فببساطة نحن نقول فرط نمو جرثومي. العلاج هو ضبط المرض إذا كان ممكن ضبطه، مثلا ضبط أفضل لداء السكر لقصور الدرق. ونحن ممكن نتخلص من الحمل الزائد من البكتيريا مثلا أسبوع من الصادات، أسبوع بكل شهر. صادات بتأثر من الأمعاء مثل السيبروفلوكساسين، ميترونيدازول، ريفاكزيمين إلى آخره. في استقصاءات عالية الدقة أن نحن نأخذ رشافة من الصائم
ونشوف كم مزرعة جرثومية نبتت بالزرع، أو ممكن نعمل اختبارات تنفسية نشوف نسبة غازات معينة في هواء الزفير. طبعا اختبارات عالية الدقة والتقنية ويعني موجودة فقط في مراكز الأبحاث. التشخيص من الأعراض السريرية مع وجود عوامل مؤهبة، والعلاج كورس تقريبا 5 أيام في الشهر من الصادات الحيوية لتخفيف الحمل الزائد من البكتيريا على الأمعاء الدقيقة. وهيك بنكون انتهينا من أمراض سوء الامتصاص. شكرا لاستماعكم وبتمنى لكم التوفيق. الله يعطيك العافية. في سعة امتصاص بالمخ مشان ناخذ مرة ثانية ولا حاجة اليوم؟ لازم تتابع حكيم. ما في مشكلة يعني عندك مشكلة إذا بتحسن أنت نحن عادي ما عندنا مشكلة. إذا أخذته كثير اليوم خلص خلي المحاضرة الجاي. معلش غير يوم لأنه اليوم الصبح كان عندنا كثير محاضرة. خلاص من أجلها لأني نحن مرتاحين بالوقت إن شاء الله. حكيم عندي سؤال. إيه تفضل حكيم. بس هيك ممكن تعطينا لمحة شوي على اضطراب الجلد وعلاقته بالاضطرابات المعوية بشكل واسع شوي؟ يعني عن إيش؟ عن تصلب الجلد أو صلابة الجلد. إيه هو صلابة الجلد الصلابة الجهازية التسمية أدق، يعني هو مرض مناعي ذاتي يستبدل فيه العضلات الملساء بنسيج كولاجين، فيبدأ المرض بالجلد، بتغيب الثنيات الجلدية مثلا من رؤوس الأصابع من حوالي الشفتين وبيبين الجلد كأنه لامع. فهون بيقولوا أن هاي اسمها صلابة جلدية لأن يعني بصير الجلد قاسي ولامع وما في الثنيات بسبب العضلات الملساء. نحن الطيات الجلدية والتجاعيد سبب العضلات الملساء. فهذا المرض إذا امتد للسبيل الهضمي، العضلات الملساء في السبيل الهضمي، طبعا جهاز الهضم هو أكثر الأعراض أكثر الأعضاء الداخلية تأثرا بصلابة الجلد، فممكن يمتد للمري يعمل لنا عسر بلع بسبب ضعف حركية المري، ممكن يمتد للمعدة يعمل لنا خزل في المعدة، وممكن حتى يصيب الأمعاء ويعمل لنا بطء بحركة الأمعاء وفرط نمو جرثومي وإمساك وظيفي. في على قناة سبومز محاضرة مميزة عن الصلابة الجهازية للدكتور وسيم زكريا على قناة سبومز على اليوتيوب.